رأس مال صغير جداً استطاعت أن تؤسس مشروعاً تجارياً لا علاقة له بتخصصها الدراسي. تلك هي هند السقاف، مهندسة الاتصالات التي تحولت خلال فترة قصيرة إلى صانعة ومصممة اكسسوارات غاية في الإبداع والتميز. بدأت في رسمة صغير جداً 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 لا يتعدى 2000 ريال كبداية مشروعي، ومع الوقت ما شاء الله رأس المال أكبر الحمد لله وتطور. ثاني شيء، أنا ما كانش ميولي إكسسوارات ولا إني بصمم إكسسوارات أو بعمل إكسسوارات أبداً. من كانوا يعرفوني من قبل ما كانش يتوقعون، سبحان الله فجأة الله إذا بحثت في نفسك بتلاقي حاجة الله عطيك لك إياها، زرع موجودة فيك خص كل إنسان بشيء معين. حبها للتطريز ولد لديها رغبة في ممارسة هذا الفن، وفيه وجدت هوايتها المفضلة وعملها البديل الذي تطور مع الأيام حتى أصبح مشروعاً إنتاجياً له حضوره وجمهوره. هي كانت في البداية هواية، وما كانش ميولي الكثير صناعة الإكسسوارات أو عمل الإكسسوارات. بعدين حبيت الخرز، كانت أنزل السوق أشوف موديلات حلوة بس أسعارها كثير غالية، فقلت ليش أني ما أكونش أصلحها في البيت لنا نحن الصديقة. بدأت كده كهواية صغيرة بسيطة، لحد ما يوم في يوم صديقتي قالت لي هي محتاجة منك تعملي لي طقم حلو فوديه هدية لأهلي برا، هم مغتربات ويحبوا أي حاجة صناعة عدنية، صنعنا بنت في عدن. فبدينا من هنا، صلحت الاكسسوار حقه ما شاء الله حلو انتشق، قال لي خلاص اكسسوار غسلي انت بتعملي لي اياه، وعمل قال لي خلاص افتحي صفحه. كانت هذه صديقتي صراحه لي فضل كبير عليها بعد الله سبحانه وتعالى، ففتحت صفحه في الفيس شفت الاقبال عليها حلو فاستمرت. كانت من حاجه بسيطه، كان في البدايه ننشر اكسسوارات جاهزه ونكسرها ونعملها زي ما نحن نحب، الان تطورنا نشتري مواد خام اوليه ونصلح. هند بدعم أسري غير محدود، كما أن لصديقاتها دور كبير في النجاح الذي وصلت إليه من خلال مساعدتها في توفير المواد الخام غير المتوفرة محلياً والترويج لمشغولاتها وتسويقها في بلدان أخرى. أعتبرها كهواية، ما أعتبرهاش كمهنة لأنني حباها ومبدعة والحمد لله. ثاني شيء، أنا شفت الإقبال عني في البيت، بقدر ما كانت في معارضة بقدر ما كان في تشريع في تشجيع وقدومي لقدام. حتى زملائي في العمل، زملائي في السوق، صديقاتي، أهلي، بدأت الفكرة عندهم، بقدر ما كان في استحقار وقدر ما نشوفوا الآن الشغل في إقبال، في شيء مطلوب، الحمد لله حاسة دعم. يعني بعد فتح ده المكان الصغير بدعم أهلي وأصدقائي، يعني حتى المواد الخام أني لحد الآن أقول أني جزء مني أستورده من الخارج، صديقاتي اللي هم كانوا داعماتي هنا سافروا هم اللي وفروا لي اياها من الخارج. من مواد خام أولية تستطيع هند تحويل القطع المبعثرة إلى شكل إكسسوار يحمل الكثير من الجمال ومخصص للباحثات عن التميز في دنيا التشابه لمعروضات السوق، فتلقى منتوجاتها الإقبال الكبير. حصل تطور كبير، حصل إقبال كبير، في زباين الآن يعرفوا يفرقوا ما بين أنك تشتري بضاعة جاهزة لأنه قد السوق كامل يحتوي نفس الشكل، فتروح من محل لمحل لمحل والشكل نفسه متوفر، بعكس لما تتوفى تدخل في محل البضاعة اللي فيه هي نفس الشكل، هذا ما يتوفرش منه إلا 5 أو 6 فقط لا غير. مهما كانت توفرت المواد، أنا ما أحبش أكثر الأشكال، كل شخص يحب يتميز وأحب التميز في اللبس، لأني أحبه قلت لك كهواية، أبحث عن الجمال في أي مكان، حتى لو كلفتني القطعة إني أبيعها برأس المال أو زايد مبلغ بسيط، مش مشكلة عندي بقدر ما أكون حاباها وش أعملها.
بتصاميم تحمل الطابع الشرقي. تفضل هند السقاف صناعة وابتكار أشكال جديدة للإكسسوار، وهدفها الرئيس مواكبة كل جديد وتلبية احتياجات السوق والوصول إلى قدر كبير من تحقيق الرضا العام عن المنتج المحلي. أغلبية إكسسواراتي رايحة فيها الشرقي كثير، وداخلة فيها الألوان الشرقية كثير، تراثنا حلو والألوان اللي فيه حلوة، فعشان كده أغلبية الموديلات أغلبية الشغل حقي شرقي في شرقي، حاجة رقيقة بسيطة إذا كان فيها غربي، موديل على حسب طلب زبونة، لكن أغلبية الموديل فخامة الموديل إن نحن في الشرق أو كعرب نحب الحاجة الفخمة، ما نحبش الحاجة الهادئة البسيطة الرقيقة، قد ما نحب نبرز الفخامة. تجد هند في شغلة الإكسسوارات مهنة جيدة، ليس فقط لتأمين متطلبات الحياة، وإنما أيضاً لبناء مستقبل أكثر أمناً وإدارة مشروع أكثر نجاحاً. دخولي حي والحمد لله، تقدري عن طريقة أو عن ضوء تعملي مشروع، تصرفي على بيت، تكوني أسرة، تكوني رأس مال مستقل لحاله، تطوري مشروعك مع الوقت لمستقبل بإذن الله. الشغل اليدوي مطلوب سواء كان في اليمن أو خارج. بعض الأوقات تأخذي موديل وانت تأخذي موديل مثلا تقولي بتأخذيها من النت بتعملي زيها، وانت تشتغلي الموديل تحطل لك فكرة بدل الفكرة اثنين وثلاثة وأربعة فتجي. وأنا كمان كانت مهندسة، خرجت هندسة، فأحب عمل اليدوي، عمل أسلاك، عمل هذا الشيء، أغلبية شغلي في هذا الأسلاك وعمل الوايرات. تواجه هند السقاف صعوبات كثيرة في مشوار حياتها المهني، وهي تدير مشروعاً ليس جديداً على السوق المحلية، وإنما يفتقر للكثير من مقومات العمل ومتطلبات التصنيع. في حاجة عندنا إحنا غريبة، احتقار للمهنة اليدوية بشكل فظيع، الكل يحتقر هذه المهنة، بالعكس إني أنا أشوفها في الخارج يقدروها أكثر، أسعار الصنع اليدوي يكون هاند ميد أغلى من أسعار الأشياء الجاهزة. عندنا إحنا لا. ثاني شيء الإكسسوارات أو عمل الإكسسوارات خصوصاً في عدن مش ملش سوق كبير، حتى لما ندور المواد الخام لنا من نلاقي حاجات، بس ما نلاقيش الحاجات اللي ممكن عشان تطلبي تصلحي حاجات أكثر، موديلات أكثر، تبدعي أكثر. أغلبية محلات اللي تبيع المواد الخام حق الإكسسوارات مشتركة مع محلات الخياطة، فتهتم بجانب الخياطة والتطريز أكثر ما تهتم بجانب الإكسسوارات أو الشغل اليدوي المطلوبات. فواجهت نحن هذه الصعوبة من فين أدبر المواد الخام حقي عشان أمن نفسي أتميز وأقدم حاجة أني تعجبني وتنال رضا السوق. تطمح هند إلى توسيع عملها في مجال الإكسسوارات من خلال فتح سوق للمواد الخام، بما يساعد على تشجيع الصنعة ودعم الموهوبات في هذه الحرفة. حابة أعمل سنتر، هذه الفكرة أنا شفتها أخي عايش في الخارج ورسل لي صور له، إنهم يعملوا سنتر يوفروا فيها المواد الخام، يعملوا تدريب لبدايات أو ناس آخرين، يفتحوا على ضوء مشغل ومعرض. ففي بنات ما شاء الله، لما دخلنا البازار في اللي هو كان دام عزيك يا عدن، شفت بنات ما شاء الله عندهم مواهب يمكن مثلي أحسن مني، بس ما تتوفرش المواد الخام، ما تتوفرش الأول، يعني قدرت إني أجيبها من الخارج. في غيري لا، فليش ما نوفرش هنا في السوق يكون مفتوح؟ هذه فكرتي بإذن الله، نغطي السوق المحلي والخارجي.